السلام عليكم، معكم محمد يرك. لا فيديو تاع اليوم ان شاء الله راح نهضروا فيها على الديسك بارتيشنين ولا لي بارتيسيون تاع الديسك. هاد لوبيراسيون بكري كانت نيسيسار في سيستم ديكسوداسيون دوم كيما ويندوز 95 ولا مي في لي فيرسون الاخرين تاع ويندوز كيما ويندوز 7 ويندوز 8 ويندوز 10 ماهيش نيسيسار مي الي فريمون يوتيل. الوغ اليوم ان شاء الله راح نديفيني واش هي لوبيراسيون تاع انك بارتيسيون لي ديسك تاعك، راح نشوفوا واش معناها، نشوفوا لوتيليتي تاعها ونشوفوا لافايس لي ماشي ملاح فيها، وراح نهضروا على واحد لا تكنيك اللي هي شورت ستوكين. الو اول حاجه نبداو بها هي ديفيني واش معناها بارتيسوني ديسك تاعك. دونك بارتيسوني ديسك تاعك معناها تسبليتي ولا تقسم وان فيزيكال درايف ولا اس اس دي كيف كيف عندي ماغنيتيك ولا اس اس دي تقسمه اون دي ديسك لوجيك بلوزير ديسك لوجيك 2 ولا 3 ولا 10 قد ما تحب ولا ديسك لوجيك ولا فوليوم كاين اللي يقول لهم ديسك دي ديسك لوجيك وكاين اللي يقول لهم دي فوليوم سي كيف كيف. دونك هذوك اللي تشوفهم ديسك لوكال سي ديسك لوكال دي ديسك لوكال باردون هادوك سي سون دي ديسك لوجيك ولا دي فوليوم. بصح انت عندك ان سول ديسك دور في البي سي تاعك، كان عندك طريق مي لا بلو بار نهضر على في لوكا جينيرال عندك ان سول ديسك دور في البي سي تاعك وان فيزيكال درايف مي تقسمو اون دي ديسك لوجيك. الوغ نجيو نهضرو في ليتيليتي تاعها، دونك جيسبيغ تكون فهمت واش هي البارتيسيوني. دونك تقسم وان فيزيكال درايف انتو لوجيكال درايف. دونك ليتيليتي تاعها عندها بليزيور ليتيليتي، دونك قلت لكم بلي ماهيش نيسيسار ماشي اوبليغاتوار، تقدر تكون عندك اون سول بارتيسيون عندك كان سيل اون سيل بارتيسيون ديال سي وفيها تحط فيها كلشي سي با ماشي عفسه ما تقدرش ديرها تقدر ديرها نورمال. مي بارتيسيون ديسك عندها بزاف فايس ملاح. اول عفسه سي كي باغ اكزومبل تقدر تفورماتي اون بارتيسيون بلا ما تافيكتي لي زوتر الاخرين بارتيسيون بالك تكون نسيتوها باغ اكزومبل كي تجي تعاود تنصالي الاخر ويندوز تاعك ولا عفسه. دونك تفورماتي باغ يقول لك فورماتي برك لا بارتيسيون سي اللي فيها سيستم اكزوتاسيون هذا ما كان بلا ما توشي لا بارتيسيون باغ اكزومبل دي ولا اي اوتر بارتيسيون اللي راك دايرها. دونك هادي عفسه الاولى. عفسه دوزيام تقدر دير اون بارتيسيون انفيزيبل. دونك اذا حبيت نوريكم كيفاش قولوا لي برك وندير عليها اون اوتر فيديو كيفاش دير اون بارتيسيون انفيزيبل. عفسه تقدر ثاني فريمون اوتيل اللي هي ديوال بوت. ديوال بوت معناها تقدر تمشي اكثر من سيستم ديكسبلوطاسيون في ان سول بي سي. دونك كاين اللي بزاف داروها انا حنا سيتها كاين بالك انت تشوف لا فيديو سيتها. ديوال بوت معناها انك قلت لك تمشي بلوزيغ سيستم ديكسبلوطاسيون في ان سول بي سي. تقدر باغ اكزومبل دير تمشي اوبنتو ويندوز في ميم بي سي اي فيرسيون اي ديستريبيسيون تاع لينكس مع ويندوز ولا دو فيرسيون تاع ويندوز قال باغ اكزومبل دير ويندوز 7 ويندوز 10 في ميم بي سي بصح تيستالي برك شاك سيستم ديكسبلوطاسيون اون بارتيسيون. هاد العكسة تاع ديوال بوت ما تقدرش ديرها بلا لي بارتيسيون. زيد ثاني تقدر ثاني كيما نقول حنا تحافظ على لي دوني تاعك بزاف اللي يديروها تاع باغ اكزومبل دير اون بارتيسيون تحط فيها نقولوا حنا لي دوني تاعك بيرسونال ولا عكسها كاش ما يجيك يكون مالوير في اون اوتر بارتيسيون تفورماتي برك هذيك البارتيسيون بلا ما شغل هذيك هذاك المالوير ياثر في البارتيسيون تاعك هذيك. دونك هادو هما الحكايات لي شغل بارمي لي زيتيليتي تاع ديس بارتيشن يعني بالك تلقى واحد اخرين مي هادو هما لي شغل زمان وقت. دوكا نهضرو على التكنيك تاع شورت ستروكين هاديك اللي قلت لكم عليها. دونك ديسك مانيتيك اللي ما على بالوش كيفاش مخدوم هو بصح. دونك سي بلاترز شغل اسطوانات هكذا جايين مور بعض فوق بعضهم كيما كاين بليزيور وكاين اون تيت تاع ليكتير شفتو كيما بكري هذاك تاع البلاير تاع الغناء هذاك اللي فيه شغل هكذا ضويره هكذا شغل يحطوا ديسك هكذا كحل وكاين انت تدور عليه وتقرا سي لا ميم شوز يشبه له هكذاك ديسك مانيتيك داير. دونك لا تاع ليكتور هذيك ليكتور دونك لي بوان اللي تقراهم فيت فيت هما اللي جايين على الحواف. دونك شورت ستروكين هذه لا تكنيك هذه تيكسبلوتي هاد العفسه. دونك واش دير معناها تكري بارتيسيون اللي فيها هادوك كي با كونتينيو لي كاز ميموار اللي فيه اللي جايين على الحواف تاع البلوتر تاعك البلوتر تاعك. دونك واش معناها معناها هذيك العفايس البارتيسيون تاعك راح تكون شغل العفايس اللي راهم داخل البارتيسيون تاعك يكونوا تقدر تاكسيدي لهم كيما نقولوا حنا رابيدمون. دونك تقدر كاين خرين يديروها باش باغ اكزومبل تنصالي فيها لي بروغرام لي شغل حابهم لي تبي تدخل لهم ولا عفايس كيما هكذا. دونك اللي ما عندوش اس اس دي باسكو غاليين اس اس دي سون بلو رابيد على الديسك مانيتيك اللي ما عندوش اس اس دي عنده ديسك مانيتيك يقدر يدير هاد الحكايه تاع شورت ستروكين وينصالي فيها لي بروغرام لي تكون لي دوني يحط فيها لي دوني اللي حاب اكسيدي لهم بيت باسكو جايين على الحواف تاع البلاتر تاعك. دونك سي تي سا دوكا نهضرو على لي زانكونفينيون تاع انك تبارتيسوني الديسك تاعك. دونك هي ما عندهاش فريمون لي زانكونفينيون نهضرو على دي تخيك الا كان بالك تكون تولهت لها انت باغ اكزومبل يقول لك الديسك دور تاعك نهار شريتو يقول لك في البي سي تاعك يقول لك بلي باغ اكزومبل فيه 500 جيجا ولا 1 تيرا معناها 2000 جيجا
بصح انت كي تحسب لو فوليوم روح سيا هذا تلقاها بلي روح حسب لا سوم تاع لو فوليوم اللي كاين في شاك بارتيسيون تاعك ما تلقاش باغ اكزومبل يلحق 500 جيجا ولا 1 تيرا علاش باسكو كاين كل ما تزيد شاك بارتيسيون تلقى راه يشوفها سيستم تاعك كوم سي راهو ان ديسك فيزيك وحده وعملوا سيستم فيزيك تاعو دونك لا بليبار عندهم ان تي اف اس نيو تكنولوجي فايل سيستم سي سيستم فيزيك دونك نهضروا عليها في اونتر فيديو نهضروا على السيستم فيزيك قلت لكم عليها هذه دونك هذوك الحفايز اللي خاصين بالسيستم الفايل سيستم تاعك راهم يديو ان فوليوم دونك كل ما تكثر لي بارتيسيون تاعك كل ما راح ينقص لك لو فوليوم اللي تقدر تسكوتيه من ديسك تاعك باغ اكزومبل انك يكون عندك 10 بارتيسيون بالك تلقى بقالك جو سي با بالك بقالك 400 جيجا من 500 جيجا هذيك ولا عندك كيسر بارتيسيون عندك باغ اكزومبل سي بالك كلها راح تلقى عندك تكسبوتيه فوليوم اكثر باسكو عندك ان سول بارتيسيون دونك هذه هي ولا على حسب ديزيان ثاني سي نو با ديما كونفينيون مي حنا والفنا ليها باغ اكزومبل باش الا كانت ولات باغ اكزومبل باش كوبي عفسا من عند ان سول بارتيسيون اون اوتر بارتيسيون باغ اكزومبل سي دي لازم تكوبيها مانويلمون مي تقدر تكونفيغيريها العفسا مي قلت لكم لازم دير في بالك بلي سيستم الفوتوسون تاعك اللي هو في لوكا تاعك زعما نقول حنا ويندوز راه يشوف فيهم كوم سي عندك اذا عندك 3 بارتيسيون راه يشوف بلي عندك 3 ديسك كوم سي شو راه كوم سي راك شاري 3 ديسك بصح هما في الحقيقه ان سو ديسك وشاك بارتيسيون عندها ان سيستم فيشي تاعها وحده دونك جو بونس وصلنا لا فان تاع الفيديو يصح تكونوا فهمتوا واش معناها لوبيراسيون تاع بارتيسيون ديسك وفهمتوا واش هي لا تكنيك تاع شورت ستوكين تي برك ما درتش عليها دونك كيفاش هادي تاع دير انك بارتيسيون ديسك دونك ان شاء الله كذا انا بارتيسيون اي ديسك دونك كان بلو اون ميثود يعني ولا تقدر كي تستعمل الويندوز تاعك دونك نتوما اذا كي شريت بيسي تاعك لقيت فيه دو بارتيسيون ولا تروا دونك تلقى جينيرالمون تلقى سي ولا دي ولا هذاك اللي انستالي في الويندوز هو اللي ديسيدا انه يدير لك تروا بارتيسيون ولا دو بارتيسيون مي كان قادر يخلي لك اون سول بارتيسيون ولا انت بيرسونيلمون تقدر ديرها دوك ندير ان توتوريال نكسبيكي فيه كيفاش دير اون بارتيسيون تاع ديسك في الويندوز 10 ولا ويندوز 7 كيف كيف دونك ثاني تقدر تروح للديسك مانجمنت تاعك حوس عليها برك tu vas faire une partition ou la tu peux changer une partition tu peux par exemple une partition زيدها في الفوليوم ولا تنقصلها دونك هادو كامل تقدر ديرهم ولا كاين دي بروغرام اصلا دي دي سواء بدراهم سواء باطل دي دي باش يديروا لك دي بارتيسيون ولا يديروا لك هاد لوبيراسيون تاع تقسم اون بارتيسيون ولا ديرها في الفوليوم ولا تنقصلها وتمد اون اوتر بارتيسيون دونك سيتي سا دونك جيسبر تكونوا فهمتوا هاد الفيديو جيسبر تكون فادتكم نشوفكم على لا بروشين فوا ان شاء الله في اون اوتر فيديو والسلام عليكم.